تحته رصاص، هذا الرصاص بمسكه مشان نفس الفكره اللي حكى عليها الاستاذ طوني. ما قال هيك بدها تستقر ثابته مشان كمان مشان ما يتكسر، يعني اثناء الاهتزاز اذا تم ثابت بتكسر تصدع. ذكرت لهم ايش سبب سميته جمع الاطفال؟ ما ذكرت لهم. يا شباب هلا في اهم سبب قلت لكم برا الاسم الجامع العثمانيه او عثمانيه. عثمانيه مو عثمانيه، عثمانيه نسبه الى باني الجامع كان اسمه عثمان، مو لان عثمانيه كان ايوه. حتى اسمه الثاني كان في لقب مشهور بين الناس اسمه جامع الاطفال. جامع الاطفال جامع الأطفال أسماء أسماء وشوفنا الجميع سمر الأراضي يعود ريعهم ويطعمهم داخل المدينة. فكان يتواجد قبل الجامع من قبل الأزمة، يعني إذا وجد أقل شيء من فكان دائما طعام وشراب وجوغ يا دشا سيد المسكي فوق سمر سكا نو المسكي دشا. لذلك تم اسمه جمع الأطفال. هلا اخر الطبق يعني اسمها الانسه سميره. سي لا دغنيير شا سميره. سي لا دغنيير. هاي هي سميره، هاي انسه سميره. لا ما عندي تفضل وي هون. شباب يلا بالاسود بعدين الكاتدرائية بتصير كاتدرائية وأكثر فيها درج بقى فيه البتراك أو المطران. طيب إيش الشيء اللي بيجمع بين هاي اثنين الموارد؟ لا الشيء اللي بيجمع بين هون وكنيسة الموارد هو نوع المرمر اللي قدامنا هذا. هذا المرمر اسمه المرمر البقدونسي اللي هو أحد أنواع المرامل بيطلع فقط بحلب. هذا الأصفر هذا. Ce sont des pierres arabes surtout. On va trouver ça en Alep. هذا المرمر يا شباب. هذا المرمر. هذا المرمر هون موجود في العالم بثلاث نقاط، اثنين من بيناتهم بحلب. يعني هالمرمر في له ثلاث مآلئ مشهورة عالميا، اثنين بيناتهم بحلب وواحد بليبيا تاريخيا. الشيء اللي بيجمع بين هون وكنيسة المرمر اللي هو نوع هالمرمر وطريقة تقسيم العمل او الحف تبع المرمر. هل منكم بيعرف ايش انواع المهن تبعوه من المرمرجي او الناس بيشتغلوا بالمرمر تاريخيا؟ الحف. الناس بيشتغلوا بالمرمر او بالحجر بحلب هن لهم ثلاث القاب. مبلط او هيك شيء يعني. مبلط للارض بس بيشتغل بالمرمر كهاف او الحجار. تلبيس شلون يعني؟ عندنا بيت السقال اللي هو بالصوت سقال اللي هو يسقل الحجر والسقال اللي بيسقل الحجر يعني اللي بزقه زق. وفي عنا الزقال اللي هو بيحفوا حف من تحت. هذول العيال موجودين عنا بحلب وهن معظمهم كانوا بيشتغلوا بهالنوع المرمر اللي هو المرمر البقدونسي. من الميزات الثانيه للجامع اللي هي اثرت كثير بالحرب هو قبه الجامع قبه وحده ما في عوامل هي قبه وحده. انتبهوا انتم بكل جامع ما في عنا عمود. الشيء الوحيد الموازي له هندسيا هو كنيسه السريان كاثوليك. الفرق بيناتهم 400 سنه. مين قبل؟ اكيد هذا السريان كاثوليك الكاتدرائيه المعرفه
بس اليمنية هي بال 1980 أو بنيت. هذا 1728 الميزة الأهم لهالجامع هو وقفه. وقف العثمانية هو ببلش من هون بيخلص بحريتان. نحن كل شيء بنعرفه هلا سريان الجديدة العزيزية السليمانية هالمناطق كلها هي انشرت الحقيقة العامة بشكل كامل هي كلها انشرت من وقف اليجان أو وقف الجامع وقف الجامع العثمانية كان كلها مملكة الجامع. من حريتان لهون ما تاكل عشا حرام بالنسبه لاليجا اشتروا كل الاراضي عشان ياكل الجميع الاعشاب كلها ياكلوا من ارض ملاكه من الجامع. هي الحجه الاولى. الحجه الثانيه اللي هي قصه نفس المبدا اللي حكاها نفس الفكره قصه شراء الاراضي تسري بين الشراء اثناء نقل الحجر اللي من جنب حريتان بعيدين نقله لهون فكانت الجمال والمصاري ينقلوا على الحجر حاليا عند المدينه العامه وهالمكان هون كان يمر النفط الهروي فكانت هون الاراضي كلها اراضي سيفين وكلها كانت تملك الاحصان سيفين يزرعوا فكانت الحيوانات تاكل من المزروعات فكان بني الجامع كان هو الوالي حلقه فكانوا اهل الاراضي يشتكوا لان يشتكوا من اهل النواب ان انتم عم تاكلونا من مزروعنا فاشتكوا للوالي هو اللي بني الجامع قالوا له فاشترى منه الاراضي بشكل كامل ووقف كلها للجميع انه الاراضي حيوان جبته كان السبب فكان السبب كسب الانتشار الاراضي وفيه للجميع. هلا في شغله كمان كثير مهمه نشوفها برا هي